أسنانك بالفرشاة 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 نظف أسنانك بالفرشاة وذلك قبل النوم. غسل وجهك جيدا 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 غسل وجهك جيدا وذلك قبل النوم. ارتدي ثياب النوم ثياب النوم ثياب النوم ارتدي ثياب النوم وذلك قبل النوم. سنروي قصة هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم سنروي قصة هذا اليوم وذلك قبل النوم. كان هنالك ثلاثة خراف وعددهم 1 2 3 كانوا يعيشون في المزرعة. والآن تصبح على خير على خير على خير وأنت بألف خير يا أمي. Mm-hmm.